فقررت الشرطة أنها تستدعي ولده كوسيلة ضغط عليه، فاضطر أنه يعترف عبد المجيد بكل تفاصيل الجريمة. قال لهم إيوه أنا اللي قتلت سونيا، بعد ما قالت أنها كانت تبغى تروح لبيت أهلها، عصبت وضربتها لين ماتت. طبعا في الحلقة اللي راحت تكلمنا عن قضية اختفاء عارضة الأزياء الأمريكية كارين، وتكلمنا عن كل تفاصيل الجريمة، وكان في أطراف كثيرة متهمين، وقلت لكم أباكم تركزوا معايا عشان تحلوا اللغز بنفسكم. طبعا اليوم بحلل لكم لغز الجريمة وبقول لكم مين اللي قتل كارين. وشكرا كمان لكل من حاول انه يحل اللغز وكل من حل اللغز. طبعا في الحلقة الماضية طلعت على اغلب التعليقات وثبتت التعليق اللي ممكن يكون هو الصح او ممكن يكون هو الصح اساسا. قبل ما نبدأ الحلقة خلينا نستذكر مع بعض وش الأسئلة اللي طرحتها عليكم بحلقة من قتل كارين. كان سؤالين، السؤال الأول هل بنظركم ديفيد هو القاتل فعلا ويتهرب من الإجابة، ولا مو هو القاتل والقاتل واحد مختلف تماما؟ وإذا كنت أنت مكان محقق كيف بتتأكد من عذر غياب ديفيد؟ طبعا تعليقات كثير كان فيها أخذ وعطاء، وكثير كمان صراحة كانوا قريب للصحة، وكثير كمان جابوا الإجابة الصحيحة. الإجابة هي أن المحقق ما أصدر أي اتهام، أنه كان يبغى يتأكد من صحة قصة ديفيد وعذر غيابه. فاللي سواه المحقق هنا أنه أخذ من ديفيد اسم الصراف اللي راح يصرف منه الفلوس، وتوجهت الشرطة للمكان وشيكوا على كاميرات المراقبة، واتضح فيها أنه ديفيد فعلا عنده حجة غياب قوية وأنه مو هو القاتل. يعني دحين استبعدنا طليق كارين وعشيقها، دحين يبقى السؤال الوحيد من هو القاتل؟ اللي يعرف كارين حق المعرفة وحاقد عليها. هنا بدأ اليأس يدخل في المحققين وحسوا أنه هذه القضية ما لها حل، وكانوا بيقفلوها وبيخلوها ضد مجهول. بس قال المحقق قبل ما أقفل القضية خلوني أطلع آخر مرة على الملف من البداية. قاعد يقرأ في ملف القضية، يقرأ التحقيقات ويقرأ التحاليل ويقرأ الطب الشرعي ويقرأ كل الأدلة ويقرأ كل حاجة في القضية بشكل كامل، وكل الأقوال فصفصها فصفصة. بس لحظة، هنا جت لحظة إدراك أنه إحنا استجوبنا كل الناس إلا أهم اثنين ما استجوبناهم، الجد والجدة أم وأبو طليق كارين، ما عندهم حجة غياب مقنعة. تم استدعاهم للتحقيق، وعرف المحقق أنه الجدة جانيت كانت تكره كارين بشدة، لدرجة أنها هي اللي اشترطت على كارين إذا تبغي تنفصلي، لأنه عندهم الانفصال بموافقة الطرفين، فقالت تبغي تنفصلي لازم تخلي حضانة الولد عندي. مع أنه الشرط غريب، بس كارين اضطرت أنها توافق لأنها ما كانت طايقة أنها تشوف الجدة جانيت نهائياً، وما كانت تبغى تدخل معاهم في صدامات. بالرغم من كل هذا جانيت قالت للمحقق انه كارين ما جت اصلا عشان تاخذ ولدها يوم اختفائها، مع انها دقت عليها اكثر من مره بس ما ردت عليها. يعني الجده دقت على كارين اكثر من مره بالجوال وكارين ما ردت عليها يوم اختفائها. سالوا الجده، قال طيب انت فين كنت الساعه 10 مساء وقت مقتل كارين؟ قالت انا صراحه كنت في البيت مع حفيدي يعني كعادتي يعني. فسألوا الجد، قالوا له طيب انت فين كنت الساعة 10 مساء يوم الجمعة وقت مقتل كارين؟ قال لهم انا عندي ورشة سيارات ورحت اشيك عليها كالمعتاد يعني. فسألهم المحقق قال لهم هل عندكم شهود او اي شيء يثبت صحة كلامكم؟ كاميرات مراقبة، اي حاجة، كاميرا ورشة، كاميرا بيت، اي شيء يثبت انكم انتم كنتوا في هذه الاماكن في ذات التوقيت؟ قاموا طالعوا الجد والجدة في بعض، قالوا احنا ما عندنا اي شهود ولا عندنا اي شيء يثبت انه الجده كانت في البيت وهو كان في الورشه. وهذه الحقيقه يا حضره الضابط، تبغى تحبسنا ظلم واحنا كبار في السن وفينا ما يكفينا وقدنا بلغنا من العمر عتيه وما اعرف ايش، بكيفك بتحبسنا احبسنا، بس لو طلعنا بريئين تحمل كل الشكاوى اللي بتجيك وبترفع ضدك وانت حر. المحقق هنا طنش كل كلامهم، كي طالع في الجده لقى معها جوالها، قال لها اديني جوالك. قلت له ليش تبغى فيه؟ قال لا صراحة بس الجوال عجبني وأنا أبغى أشتري يعني زيه هدية لأحد عزيز علي. فالجدة ما أعرف ليش كذا بحسن نية صدقت الهرجة ودته الجوال، فقال لهم خلاص تروحوا البيت وأنا لما أشتري الجوال اللي زي جوالك يا جدة بجيب لك جوالك اللي أنا عندك في البيت. صدقوا الاثنين وروحوا البيت وخلوا جوالها الجدة عند المحقق. المحقق جلس يفر في الجوال يفتش فيه يمين يسار يمين يسار، وأهم شيء كان عنده أنه يركز على سجل المكالمات. فاطلع على سجل المكالمات يوم الجمعة الساعة 10 في الليل وقت ارتكاب الجريمة، هل فعلا الجدة جانيت اتصلت على كارين ولا لا؟ قاعد ينزل تحت في السجل ينزل 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 إليه ما لقى سجل المكالمات في فترة مقتل كارين. وهنا كانت الصدمة، الجدة ما عندها ولا اتصال على كارين، بل بالعكس
كانت كل اتصالاتها على زوجها اللي هو الجد. المحقق هنا بدأ يحس انه وراهم شيء، فأمر الشرطة انهم يراقبوا ورشة الجد ويعطوه تقرير مفصل يومي عن الورشة والبيت. فعلا راح هناك وتفاجئ انه الجد حارس هذه الورشة بكلاب بوليسية 24 ساعة في 24 ساعة. طبعا وقت المحقق استدعى جيران الجد والجدة اللي ساكنين جنبهم وبدأ يحقق معاهم، فقالوا لهم صراحة هذه العيلة غريبة جدا. المحقق قال لهم ليش غريبة؟ ايش فيهم؟ ايش اللي اثار غرابتكم؟ قالوا له هذه العيلة يا طول عمر السلامة ما ينظفوا ابدا الورشة ولا الارض حتى اللي حولها، لدرجة ان البلدية كل يوم تجي تتصايح معاهم وتعطيهم غرامات على هذا الموضوع، وكم مرة طلبوا منهم انه يحترموا الذوق العام وينظفوا الورشة وينظفوا الشارع اللي قدام الورشة، وهم اذن طين واذن من عجين ما ينظفوا الورشة ابدا ولا حتى الشارع اللي جنبها. ودحين بعد وفاة كارين طليقة ولدهم بدأوا ينظفوا الورشة بشكل مستمر وحرقوا كمية كبيرة جدا من القمامة وانتوا بكرامة، وهذا كله سووه متى؟ بعد ما ماتت كارين. المحقق هنا شك في عيلة كارين، بس الأدلة لا زالت غير كافية، ما يقدر يمسكهم بدون أدلة عشان يلبسهم التهمة، لأنه لو سوى الشيء هذا بتحصل له مشاكل هو في غنى عنها. فهذا المحقق استسلم، نعم استسلم بعد تحقيقات طويلة جدا وكاد أن يصل إلى الحقيقة. خلاص ما بينه وبين الحقيقة كم ثانية، فاضطر أنه يقفل قضية ويحطها ضد مجهول، بس كل التحقيقات والتسجيلات والأقوال وكل ملف القضية موجود في ملف القضية في هذا القسم. بعد مرور سنتين أتعين محقق جديد للمنطقة. المحقق هذا لما سمع عن هذه القضية قال لا جيبوا لي ملف القضية خلنا أراجع. أنا بدأ يراجع القضية بشكل كامل، وهنا المحقق شك 90% أن الجد والجدة وراء هذه الجريمة. طبعا أعطوه الإذن وتوجه هو الشرطة وفرقة التفتيش لورشة الجد وحفرها بالكامل. مو بس كذا، كل هذا كان بحضور مختصين للحفر، وفعلا بعد ساعات لقوا أزرار طلعوها من الحفر. لما ودوه للطب الشرعي لقوا أنها مطابقة مع الأزرار اللي كانت موجودة قبل سنتين، ولقوها في السيارة اللي كانت واقفة على الطريق. لاحظ المحقق هنا أنه العيلة عندهم كلاب حراسة، وتذكر أنه في الملف السابق في تقارير المعمل أثبت الطب الشرعي أنه الأكياس اللي كان فيها أجزاء من جثث كارين فيها شريط لاصق، فيها لصقة، وهذه اللصقة كان فيها آثار وبر كلاب. فأخذ المحقق عينة من هذه الكلاب وطلب من المعمل أنه يحلل هذه العينة بعينة الوبر اللي لقوها قبل سنتين في اللصقة اللي كان في أكياس الجثث. وبعد أيام طلعت المفاجأة يا جماعة الخير، وطابقوا الاثنين التحليلين 100%، وهذا اللي أكد للمحققين أنه الجد والجدة هم المسؤولين عن مقتل كارين وهم اللي نفذوا الجريمة. بعد ما انكشفوا الجد والجدة سألهم المحقق إيش دافعكم وراء الجريمة؟ قالوا والله صراحة يا طول العمر سما بعد ما أنت طبقتنا كذا وكفشتنا بنكب العشاء ونعترف لك. كارين أنعرض عليها وظيفة عارضة أزياء وكانت تبقى تروح وتأخذ حفيدنا مننا، فإحنا قررنا أن نتخلص منها عشان يبقى حفيدنا معانا، يعني سووا جريمة عشان يبقى حفيدهم معاهم. فاتصل عليها وقتها الجد قال لها اسمعي ولدك معايا في الورشة تعالي خذيه. قالت أوكي. في يوم الجريمة راحت الجدة مع كارين للورشة، وأول ما وصلوا هناك أخذت الجدة المسدس وأطلقت على كارين النار كم طلقة في الرأس، وبعدها قطعت هي وزوجها أجزاء كارين. بس في وقت التقطيع أزرار كارين حقت القميص اللي كانت لابسته انفكت في الورشة. بعدها الجد والجدة نادوا ولدهم اللي هو طليق كارين اللي أخذ السيارة حقت كارين وداها بعيد عن الورشة، وهو اللي رماها في الطريق السريع وفك الباب والأنوار كذا وخلاها زي ما هي عشان قالك أنها تكون حادثة سرقة. وفي نفس الوقت سوى حجة غياب قوية جدا، لما هو راجع قام يتكلم مع الشرطي اللي قابله في طريقه. وتحسب الموضوع انتهى على خير؟ لا طبعا، في سنة 2002 تم الحكم عليهم الثلاثة الجد والجدة وولدهم بالسجن لمدة 60 سنة. يعني يا الله يخرج الحين عام 2062 هيخرج على المقابر على طول. ومن قضية عارضة الأزياء كارين إلى قضية جديدة، تحسبوا أني حل اللغز وانتهى الموضوع؟ لا يا حبيبي، لسه مستمر معاكم. هذه القضية الجديدة يا جماعة الخير حصلت في تونس لشابة اسمها سونيا العجيلي. أعجب فيها شاب اسمه عبد المجيد، أتزوجها وراحوا البيت أهل عبد المجيد اللي كانوا عايشين في بيت ريفي بسيط جدا. كان عبد المجيد يقول له سونيا أصبري، ترى أي شخصين في بداية حياتهم يلاقوا صعوبات، بس بعدين ترى الحياة بتمشي والرزاق ربنا عز وجل هو بيرزقنا بيفتح علينا. اقتنعت سونيا باللي قسمه رب العالمين لها، بس مرة مع مرة حست انه اهل عبد المجيد بدأوا يضايقوها ويستقعدوا لها بكل صغيرة وكبيرة. ولما كانت تساعدهم وتروح تطبخ
كانوا أول ما يذوقوا طبخها وأكلها يسفلوا فيها يمين يسار، وهذا مو من فترة بعد زواجهم، لا من أول أسبوع زواج كانوا يخلوها تخبز وتنظف وتطبخ وتمسح وتغسل وتسوي وتروح وتيجي وتقضي. يعني ما حست أبدا إنها عروسة، بالعكس حست إنها هي خدامة فعلا، بس خدامة بس، ولا كان في خصوصية اللي هي حق من حقوقها الشرعية أساسا. فكان ما قدامها إلا أنها تروح تشتكي لزوجها عبد المجيد تقول له يا ولد الناس ترى وضعنا ترى ما ينفع زي كذا، أنا خلاص انخنقت. قال لا ما عليك ترى فترة وتعدي، بس خلينا أول شيء ألاقي شغل بإذن الله تعالى وبعد كده ننقل لبيت خاص فينا. كانت تصبر عشان خاطر زوجها، لين مر أول أسبوع، ثاني أسبوع، ثالث أسبوع، وكل أسبوع الثاني أهل عبد المجيد يعاملوا سونيا بنفس الفظاظة وكأنها خدامة، وكانوا يعتدوا على خصوصيتها أساساً ويقولوا لها يا حبيبي هذا بيتنا، ما في شيء اسمه خصوصية، يا أنك تمشي بنظامنا يا أنك تمشي بنظامنا، ما في حل ثاني. وجلست على هذا الحال، وفي المقابل كانت تطالع في زوجها وهي تتهزأ، اللي كان ما يهمه إلا أنه يأكل ويشرب وينام بدون مصاريف ولا يصرف على البيت ولا يسوي أي حاجة. يعني كان رجال بالاسم فقط، هو ذاك الوقت حس نفسه بجنة، آكل شارب مع زوجته انتهى الموضوع. سونيا هنا بدأت تكره العيشة في هذا البيت، حست أنه زوجها هذا أناني جدا ما يهمه أبدا غير نفسه، راحت له وحطت في بالها كده أنا خلاص هنا ستوب، أنا دحين بواجهه وبكب العشا في وجهه. فجت له قالت له اسمع يا ولد، اسمع يا ابن الناس، اللي أوله شرط آخر نور، أنت وعدتني أنه بنسكن في بيت مستقل عن أهلك وبتشتغل، وأنا إلين دحين ماني شايفة أي حاجة منك غير أنك تبلع وتنام، ما في شيء تاني. إذا جلست على هذا الحال أنا مالي قاعدة معك أبدا في هذا البيت، وورقة الطلاق توصلني عند أهلي الآن فورا. عبد المجيد هنا قال لها بنت الناس استهدي بالله استهدي بالرحمة، يهو ما ينفع كده. فبدأ يكذب عليها بكم كلمة، يقول لها اسمعي بنت لا تستعجلي، ترى أنا مقدم على شغل وعلى وظيفة، بس أستنى وهم بيقبلوني بيدقوا علي يقولوا خلاص أوكي تعال الوظيفة تستناك، وإن شاء الله في اليومين هذه بتوظف، وأوعدك إنك بتشوفيني موظف ومالي مركزي. طبعا عبد المجيد يكذب عليها، هو خاف وحس إن زوجته بدأت تزهق منه، فقرر إنه يأخذ الموضوع بجدية أكبر ويروح يدور على شغل. وفعلا راح دور ولقى شغل قرصون في مطعم، المطعم هذا فتح جديد في منطقتهم. طبعا استفسر عن الرواتب لقاها قليلة جدا، يعني يا الله يقدر يصرف على الأكل والشرب. فراح قال لسونيا بصراحة أنا لقيت شغل بس الراتب قليل جدا، فالأفضل أن نصبر ونقعد في بيت أهلي لما أجمع فلوس نقدر نأسس فيها ونسكن في بيت لحالا. سونيا هنا احترمت فيه جدا أنه هو أساسا خرج ودور على شغل، قالت له بكل هدوء عندي فكرة مناسبة وبترضي الطرفين، أبويا عنده بيت صغير منفصل تماما عن بيت العيلة كان يبغى يأجر ويكسب فيه، فإيش رأيك أكلم أبويا نأخذ منه هذا البيت ونقعد إحنا فيه بشكل مؤقت لما أنت تجمع فلوس وتشتغل وتوقف على رجلك، بعد كده ننقل البيت اللي إحنا نبغاه. وقالت له بالنسبة للوظيفة كمان أنا شايفة أنه منطقة سوسة، طبعا منطقة سوسة اللي كان فيها بيت أهلها، قالت له المنطقة هذه ترى فرص الوظيفة فيها أعلى بكثير من هنا. فانبسط عبد المجيد بالفكرة وافق، قال لها أوكي ما عندي مشكلة أنا من يدك ذي ليدك ذي، وعلى طول لملموا أغراضهم وراحوا للبيت المنفصل وقعدوا فيه. للأمانة بدأ عبد المجيد يدور عن شغل، وفعلا لقى وظائف اشتغل وصرف على سونيا، وكانت سونيا معتقدة أن خلاص المشاكل انحلت وانتهت، بس رجعت حليمة لعاداتها القديمة، وجلس عبد المجيد بدون شغل وينتظر، وكان يستنى سونيا تطلب من أهلها فلوس عشان تأكله وتشربه، اللي فيه ده ما يبطله. إلين جابت سونيا منه طفلها الأول، وبعد ما عدت سنة ولدت بطفلها الثاني، وكانوا أهل سونيا متكفلين بالأطفال ومصاريفهم وكل حاجة. أما عبد المجيد فكان مبسوط جدا إنه لقى الراحة والاستكنان اللي يصرف عليه. فكان سونيا تتكلم معي يا ابن الناس ترى ما ينفع، أنت الحين أب، يعني أول كنا عزابية بس دحين لا، ما إحنا لحالنا. وكل مرة على هذا المنوال يسوي نفسه إنه أوكي دحين بروح أدور على وظيفة، دحين بروح أدور على شغل، بس ما يسوي أي شيء في الحقيقة، يروح يقعد في القهاوي والشيشة والأمور هذه، ويجي في البيت وهو قال لك إنه دور شغل، هو ما أساساً ما دور شغل. مو أسبوع ورا أسبوع ولا شهر بعد شهر، لا سنة ورا سنة بدأ عبد المجيد يمد يده على سونيا ويعلي صوته عليها عشان يثبت لها إنه هو رجال البيت وكلمته مسموعة. فحست سونيا هنا إنه لازم تنفصل عنه وإنه هذا الرجال ما في أي فائدة ولا عمره راح يتعدل أساساً، لأنها كم سنة دحين معاه نفس المنوال. أصرت سونيا على الطلاق، قالت له طلقني، ما في كل مغر طلقني طلقني، رايحة طلقني راجع طلقني، إلا ما رمى عليها طلقة واحدة وبكده تم الانفصال رسميا. هو ساكن معي 8 سنين في داري، يبدي يتهدد فيها قدامي، يتهدد فيها يقول نقتلها ونقتلها وندفنها وانت ما تفقوش به، وياكل في كسكسي في داري.
عبد المجيد يرجع لأهله يأكل ويشرب ما يسوي أي حاجة ومبسوط بحياته خلاص صار سينجل. هنا أهله حسوا أنه صار هو عبء عليهم لأنهم كانوا مرتاحين منه أصلاً، فقرروا يروح يتوسطوا لسونيا ويرجعوهم لبعض وتكفى الله يخليك سامحي ترى بيتعدل وترى بنسوي وترى احنا بنجبره واحنا بنسوي، انتوا عندكم اطفال ما ينفع تسوي الحركات هذه وتكفى، وذي المره في وجهنا اهل عبد المجيد. فوافقت مو عشانه، عشان الاطفال. فكرت سونيا وبعدها وافقت انها ترجع بس بشروط. الشرط الاول عبد المجيد لازم يشتغل هذه المره بشكل جدي. الشرط الثاني لازم يكون في بيت مستقل من تعبه وفلوسه، يعني بعيد عن أهلي وبعيد عن أهله. هنا عبد المجيد وافق على شروطها كلها وقال لها أبشر يا بنت الحلال ما طلبت شيء، بس إحنا خلينا نرجع لبعض ونحل أمورنا بيننا. بعدها بأيام قال لها عبد المجيد أنا حاليا قاعد أدور على شغل، بس عبال ما ألقى هذا الشغل إيش رأيك نروح البيت أمي القديم ونعيش فيه فترة. طبعا بيت أمه القديم منفصل برضو عن أهله. وافقت سونيا، فعلا عاشوا في البيت على أمل إنه يتعدل عبد المجيد، بس مع الأسف صار أسوأ من قبل. يعني بدل ما كان يضربها أساسا بينه وبينها صار يمد يده عليها قدام أولاده ويقعد 24 ساعة في البيت آكل شارب نايم يصارخ. هنا سونيا قالت بس يا جماعة الخير طفح الكيل، وصلت معايا يا عبد المجيد لآخرك، ودحين تطلقني طلاق نهائي لا رجعة فيه، أنا خلاص كرهتك وكرهت العيشة معاك، والفرصة اللي أعطتك إياها أنا أستاهل لأن اديتك هذه الفرصة. فقال لعبد المجيد تخسي وتعقبي، وإذا بتروح بيت أهلك فما راح أعطيك ولا مليم واحد، عشان أساسا تخرج من البيت وتأخذ تاكسي وتروح لبيت أهلك ما بعطيك ولا ريال. تبي تروح عند أهلك يلا الباب يفوت جمل روحي ماشي. سوني هنا قالت له والله لو أروح بيت أهلي زحف أهون علي من القعدة معاك في بيت واحد. فعلا دقت على أختها قالوا كيفك يا أختي، قالت له تمام الحمد لله، قالت له تكفى الله يخليك الحقيني حولي فلوس التاكسي عشان أقدر أرجع فيه لبيت أبويا. فعلا أختها أرسلت لها فلوس، والأهل كلهم صار عندهم خبر إن سونيا جاية وبترجع لهم. مرت ساعات طويلة جدا ما وصلت سونيا ولا اتصلت عليهم ولا شيء. هنا أهلها خافوا عليها، اتصلوا عليها جوالها إن الهاتف المطلوب لا يمكن الاتصال به الآن. دقوا عليها مرة مرتين ثلاثة ساعة ساعتين ثلاثة، اتصلوا على عبد المجيد يسألوه، فأول ما دقوا عليه انفجر فيهم كذا يبكي، بنتكم الخاينة هربت مع عشيقها، وكويس أنا ما لحقتها وما شفتها، ولا والله العظيم كنت ذبحت لكم إياها قدام باب بيتكم ورمت جثتها للكلاب الشوارع. هنا أهلها دمهم فار، إيش فيه إيش الهرجة تكلم زي الناس، لنجي دحين نذبحك أنت وندعس على وجهك، ما تتكلم عن بنتنا بهذه الطريقة. فقل لهم يا جماعة الخير أنا كنت برا ورجعت للبيت وما لقيت سونيا، سألت ولدي الصغير فين أمك، فقال لي أمي جت سيارة أخذتها، والسيارة هذه كانت كلها مظللة وراحت مع رجال. وصار عبد المجيد يبكي بحرقة يقول ليش أنا إيش سويت فيها، أنا إيش سويت عشان تسوي فيها كذا، ليه تخونني بهذه الطريقة، لو ما تبغاني تطلب الطلاق وأنا أطلقها عادي مو مشكلة وخليها تشوف حياتها بعيد عني، بس ليش تخونني وتكسر رجولتي، ترضاها يا عمي، هل ترضاها على نفسك يا عمي. فصار يوسوس لرأس عمه اللي هو أبو سونيا. فعبد المجيد صار يقول لهم أنا كويس أصلا ما فضحت بنتك على اللي سوته فيه، لأنها في النهاية هي أم أولادي، فمو حلوة بحقهم ولا حقي أنا كرجال أني أطلع وبربر وأقول هذا الكلام كله وأقول للناس كلهم أنه بنتكم خاينة. طبعا الأب استحى من كلام عبد المجيد، قال له سامحني يا ولدي، أمسحها في وجهي هذه المرة، أنا ما كنت عارف هذا الشيء، لكن ما عليك إن شاء الله أول ما نلقى سونيا أو نجيب خبرها أنا بجيب خبرها ما عليك. قفل من عبد المجيد، قال للأم وللأخت شفتوا سونيا سودت وجهي الله يسود وجهها. هنا الأم والأخت كانوا مستغربين إيش فيش صار، حكى لهم كل شيء بالتفصيل. قامت أخت سونيا قالت له لا يا بابا عبد المجيد ترى كذاب، لأنه أختي دقت علي بنفسها وقالت لي كانت تبغى فلوس عشان بتركب تاكسي وتجي عندنا، لو فعلا هذا الكلام صح كانت بتروح لحالها بدون ما تدق علي، ليش بتاخذ مني فلوس تاكسي وفي أحد مر عليها ها قل لي. فهنا أبوهم قال لهم يمكن سوت كل هذا تمويه عشان ما نشك فيها وتروح مع الشخص اللي هي هربت معه. يا أبويا شغل مخك يا أبويا من هنا. قفل عقله تماما على كلام عبد المجيد وساوس عبد المجيد. قامت الأم قالت يعني على طول أنت دحين صدقت عبد المجيد الكذاب اللي لها بنتنا سنين تعاني معاه هذا الحقير وكذب بنتك؟ طيب يمكن هو سوى فيها شيء أساسا لأنها قالت تبغى تتطلق منه وتطلع من البيت. فكلام رايح كلام جاي كلام رايح كلام جاي من هنا من هنا من هنا. قامت الأخت قالت بس 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 أكتمه بس يا جماعة الخير، الأفضل نتأكد من الولد نفسه مدام إنه هو اللي قال لأبوه عن سونيا إنه هو شافها ركبت في سيارة مع رجال، خلينا نروح نسأله. قالوا تمام. في المقابل عبد المجيد السوى حسبه سكت، لا
خرج وصار يشتكي لأي واحد يشوفه إنه زوجته خاينة وهي هجرتني وسابت الأولاد وهربت مع عشيقها وأنا ادماني تزوجتها، صار يمشي ويشوه سمعتها. فعبد المجيد اتصل على أخو سونيا قال له أسمع، أختك الخاينة هذه أخذت مني المبلغ الفلاني وهربت، وصراحة ما بضطر إني أرفع عليكم بلاغ وأجرجركم في أقسام الشرطة والمحاكم، فلوسي وفلوس أولادي ترجعوا لي إياها الآن حالا بالا اللي سرقتها سونيا، فدحين أطلب منكم بالحسنى ترجعوا لي المبلغ اللي سرقته سونيا. طبعا الأخ ما صدق عبد المجيد، عارف إنه هو الكلب قاعد يصطاد في موية العكرة، لأنه كان يتذكر شكاوى سونيا اللي كانت تشتكي من عبد المجيد، فقال له أسمع أختي ما هي خاينة، وإذا سمعتك تتكلم عنها بهذه الطريقة والله لأجلني عندك وادعس على وجهك وفق عيونك تفكير، وفي وقتها بتلاقي سبب انك تروح تشتكي من جد في المحاكم. وقفل الخط بوجهه. في هذا الوقت راحوا الام والاب والاخت لبيت عبد المجيد كزيارة مفاجئة. فتح عبد المجيد الباب وبدون ما يقولوا اي كلمة راحوا على طول على ولده اللي كان عمره 3 سنوات، قالوا له حبيبي ماما فين راحت؟ الولد طبعا هنا كان متوتر، ما هو عارف ايش يقول ولا هو عارف ايش يسوي اساسا، انه صغير 3 سنوات عمره، واكيد مستحيل يقدر يقول القصه بالكامل اللي قالها عبد المجيد او اللي الفها عبد المجيد. هنا شكوا انه عبد المجيد كذاب باحتمال كبير جدا، فطلعوا من البيت راحوا لقسم الشرطه عشان يبلغوا عن اختفاء سونيا. فعلا بلغوا بس ما تم اي شيء لانه الشرطه ما تحركت بالشكل الكافي، لانه بلاغات الاختفاء زي ما قلت لكم ما يتحركوا فيها بجديه زي بلاغات القتل مثلا، اختفاء بعد 24 ساعه او 48 ساعه. جلسوا هنا اهل سونيا يستنوا الشرطة تجيب لهم أي نتيجة، وكانوا حاطين 1000 احتمال واحتمال، منها أنه سونيا فعلا تبغى تروح للبيت بس السواق خطفها أو أنه صار لها أي مكروه في الطريق. طبعا الأب كان شاك في بنته سونيا 100%، خصوصا أنه عبد المجيد هو اللي لعب في راسه، لأنه كان يجي عند أبو سونيا ويبكي عنده بهستيريا وكذا عليه آثار سهر ودموع وبكي، يقول له أنا اشتقت لها وما أقدر أعيش من غيرها، حتى لو خانتني أنا أبغاها عادي والله بسامحها. فكان الأب يهديه في كل مرة ويذكره خلاص يا ابن الناس إن شاء الله بترجع وإن شاء الله بنحل الموضوع وإن شاء الله ما أعرف إيه، على إنه ذحين مسكين مظلوم. إلين شهر ورا شهر وطال الانتظار، فكرت هنا أم سونيا إنها تطلع في برنامج المسامح كريم النسخة التونسية للمذيع التونسي عبد الرزاق الشعبي، وصار نفس اللي صار في قصة رزق. طلعت الأم قالت إنه بنتها ضايعة واحتمال جدا يكون البرنامج سبب في معرفة مصير بنتها، بس طبعا اشترطوا عليها البرنامج كالعادة إنها تحكي كل التفاصيل وما تخبي أي حاجة عشان الناس تفهم القضية من كل أبعادها. وافقت على الشروط، حددوا لها موعد وفعلا جت البرنامج وطلعت على القناة تتكلم. فقالت لهم أم سونيا بعد نهاية هذه الحلقة أنا بضمن شيئين، الأول إذا كان عبد المجيد له علاقة في اختفاء بنتي إنه بيظهر وينفضح، الثاني إذا كانت بنتي مختفية بإرادتها فأكيد إنها بتحن علينا وبتتواصل معانا وبتقول لنا هي فينها وبتطمننا عليها، أو أي أحد في تونس وشافها بيدل لنا عليها. أنت شنو إحساسك يقول؟ سونيا وين عندها؟ وين موجودة سونيا؟ بصراحة بكل صراحة ما حسش أختي حية، خطر مستحيلة سي عبد الرزاق مستحيلة كان أختي حية وما تكلمنيش مستحيلة. بدأ يحكوا كل شيء في القناة وعن خلافات بنتهم مع عبد المجيد وأنهم شاكين فيه أساساً وأنه هو خرب سمعتها بين الناس. عبد المجيد طبعاً تابع الحلقة، خصوصاً أن البرنامج كان مشهور جداً في تونس مفتوح في كل بيت تونسي، فالناس صارت تحتقره بعد هذه الحلقة ويبتعدوا عنه، بس عبد المجيد ما سكت لسه نفسه طويل، طلب أنه يظهر في البرنامج ويكون عنده حق الرد. وفعلاً ظهر في الحلقة الثانية من البرنامج، وأول ما دخل البرنامج جاء الأم سونيا عشان يبغى يبوس راسها وكذا انها حرمة وكبيرة ويحترمها وانها زي امه، بس ام سونيا ما اعطته اي وجه بعدت عنه كأنها كانت متقززة منه اساسا. بدأ عبد المجيد هنا يلتفت على الكاميرا وبدأ عبد المجيد يحكي كل حاجة، وفي نهاية الحلقة التفت على الكاميرا وقال ابغى اوجه رسالتي لسونيا اذا تسمعني، انا عبد المجيد مسامحك ورب الكعبة يا سونيا وتقدر ترجع البيت، وابدا انا ماني زعلان، انا وربي ماني زعلان منك، ارجع لبيتك اولادك، انا وربي مسامحك، اللي تبغيه تحت امرك، اللي تبغيه انا اسوي لك اياه، بيت مستقل نروح بيت مستقل، اشتغل بروح اتوظف، والله العظيم كل شيء اسوي لك اياه، بس ارجع تكفى. وجه هذه الرساله للكاميرا في هذا البرنامج اللي يشوفوه الملايين في تونس.
أنا مستعد باش نرجع أنا ومرتي بعد غياب 8 شهور والشيء اللي شوفيه خاطر السبب اللي هما هذا. أما تنسى هذا كل ما عندي حتى حاجة باش ننسى هذي. أنا هي تعرفني، هي شخصيا تعرفني، تعرفني أنا أي خلاف يصير ما بيناتنا. هو قال كلمته الأخيرة مش صادق، مش صادق، مش صادق. أما أم سونيا بعد هذا الكلام كله قالت في الحلقة أنا عندي إحساس قوي جدا يقول إنه بنتي ميتة، بس أنا ما أبغى شيء غير أن تنكشف الحقيقة وينكشف اللي سوى فيها كذا ويتحاكم. أخت سونيا هنا قالت مستحيل أخت سونيا تقاطعنا لثمانية شهور بدون حتى ما تتصل علينا أو تطمننا. للأمانة وقتها الشعب التونسي ما كان فاهم أي شيء، هل عبد المجيد ضحية أو مجرم؟ فصارت القضية أشهر من نار على علم، وانتشرت مو بس في تونس، انتشرت في دول المغرب العربي كله، صاروا يعرفوا بقضية وقصة سونيا اللي مصيرها مجهول وما حد عارف مكانها. بس سبحانك يا رب، كل خائنة على الله باينة، لما يبغى يكشف شيء ينكشف ولو بعد حين، وإذا أراد لشيء أن يقوله كن فيكون. اللي صار يا جماعة الخير أن الحلقة هذه انتشرت بشكل واسع جدا، واللي شافها مين؟ المحقق اللي مسك قضية اختفاء سونيا، وكان وقتها مستجوب عبد المجيد. بس هنا تفاجأ المحقق أنه كلام عبد المجيد مختلف 180 درجة عن كلامه في التحقيق. فجاء اليوم الثاني محقق استدعى عبد المجيد قال له تعال النمس تعال، لأن المحقق كان شاك أنه هو القاتل بنسبة كبيرة جدا لأنه غير أسلوبه تماما. فالمحقق هنا سوى نفس النهج وسوى نفس الاستراتيجية وغير أسلوبه تماما مع عبد المجيد، قال له أسمع ترى إحنا كشفناك، أنت اللي قتلت سونيا، بتتكلم ولا بتصرف معك تصرف ما يعجبك، أنت حر. طبعا عبد المجيد هنا خاف أن الشرطة فعلا اكتشفت أي حاجة، بس في البداية هو أنكر 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 قد ما يقدر بس ما قدر. فقررت الشرطة أنها تستدعي ولده كوسيلة ضغط عليه، فاضطر أنه يعترف عبد المجيد بكل تفاصيل الجريمة. قال لهم إيوه أنا اللي قتلت سونيا، بعد ما قالت أنها كانت تبغى تروح لبيت أهلها، عصبت وضربتها لين ماتت، مع أني ما كنت متوقع أبدا أنها بتموت، يعني أنا ما كنت أقصد أساسا أني موتها ولا في نية أني موتها. فوقتها حسيت أني أنا ورط بجثتها، فكنت أبغى أولع في جثتها، بس الجيران بدأ يدق الباب أول ما شبيت النار. فكيت الباب قالوا لي عسى ما شر عبد المجيد في ريحة حريق من عندك، قلت لا ولا شيء، أنا قاعد بس طفيت كذا الدخان على السجادة بس ما عليكم طفيت النار. فلما طلعوا الجيران حسيت أنه ممكن أنكشف، فسحبت سونيا على الحمام وجبت ساطور من المطبخ وقطعت جسمها الأجزاء وأخذت أجزائها عشان أدفنها تحت شجرة الزيتون اللي في البيت. راحوا المحققين لهذه الشجرة، نبشوا تحت هذه الشجرة، فعلا لقوا جسد جسم سونيا، لما حفروا لقوا بقايا جسد آدمي. المحقق هنا شك في الموضوع، استجوا عبد المجيد مرة ثانية، قال له أسمع حكاية أنه سونيا طلبت الطلاق وأنك أنت قتلتها هذا ما يمشي معايا، يا تعترف بالسبب الحقيقي ولا ترى بزود عليك العقوبات وانت تختار. خاف عبد المجيد وبعد ضغوطات اعترف، قال لهم انا صراحة فكرت بدل ما اشتغل واتعب وادور على وظائف، لا انا كنت ابغى مصدر سريع للفلوس، ما كنت ابغى وظيفة واشتغل واروح كل يوم الصباح اداوم واروح من عارف ايش واجي تعبان، لا انا ما كان عندي ذا الرغبة، انا ابغى فلوس سريع. كان عندي جهاز صغير كشف المعادن والذهب، وكنت كل يوم أطلع أدور جنب المقابر والأماكن الأثرية إلين ما لقيت قطعة أثرية قيمة، قررت أني أخذها وأخبيها وأبيعها في السوق السوداء. كلمت سونيا وقتها قلت لها بشرك ترى لقيت قطعة أثرية وببيعها وإن شاء الله بنجيب فلوس منها ما أعرف إيش، بس هي فجأة اعترضت بحجة أنه هذا مخالف للقوانين وإذا مسكت بتنسجن لأنه الآثار ملك للدولة، فكيف أنت بتأخذ آثار بلدك وتبيعها الأجانب عشان يحطوها متاحفهم وهي معها حق؟ وهو ما كان متوقع أبداً ردة فعل سونيا بهذه الطريقة. فأنا صممت قلت لا ببيعها، سونيا قالت إذا بتبيعها أنا بطلع من البيت ولا عد برجع مرة ثانية. وفعلاً اتصلت على أختها، فخفت إنه فعلاً هي لما تروح تكلم الشرطة وصار اللي صار. تذكر في البداية إنه قال أنا ما كنت أقصد أقتلها، بس دحين طلع دافع القتل، والدافع كان ما يبغاها تبلغ الشرطة عن القطعة الأثرية اللي لقاها ويبغى يبيعها. يعني في النهاية هو عبد المجيد اللي قتلها ودفنها تحت شجرة الزيتون في بيتهم. في النهاية تم الحكم على عبد المجيد بالسجن لمدة 25 سنة. أنا اتكهنت في الأيام في الليل بنتي ميتة قبلها ظهرها في الحفرة اللي يجي حد الدار، اكتشفت قلت لي يا بابا الوداع. في النهاية أساس هذه الجريمة كلها إيش؟ الطمع وعدم وجود الوازع الديني. يعني من جد انت ليش تسوي اشياء مخالفه للقانون؟ انت ليش لما تروح تاخذ ثروات بلدك وتبيعها الاجانب
عشان ايش؟ 500,000 دولار، 100,000 دولار، 1,000,000 دولار، ايش حتستفيد منها؟ دائما الحرام بياكل بعضه. كذا انتهى من رجعتها، لا تنسوا اللايك والاشتراك وفعل جرس التنبيهات، واهم شيء صلي الحبيب قلبك طيب، فمان الله.